السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راني في ولايتي بالجزائر، وراني بالضبط في منطقة اسمها لابيروس، واليوم راح نديكم في أجمل المناطق في هذا السيكتور. يعني هذه المنطقة يعني معروفة هنا في لي زونفيرون، بصح الولاية كاين بزاف اللي ما يعرفهاش، خصوصا حصن تان فوست. راح نديكم معايا الى اجمل المناطق.